لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر انفجار وقع في قرية عبلة بالقرب من مدينة الباب شرقية حلب. وقال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا إن انفجارا سمع صداه في القرية قتل على إثره شخصان وأصيب آخر بجروح خطيرة، مضيفا أن سبب الانفجار يعود إلى عمليات تفجير كان يجريها الأفراد الثلاثة داخل مقلع حجري، وذلك بهدف استخراج الحجر وبيعه في الأسواق المحلية. قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن كلفة الإقامة لليلة الواحدة داخل المشافي الخاصة بدمشق تتجاوز 5 ملايين ليرة. وأضافت الصحيفة أن أجرة حجز السرير فقط في العناية المركزة تصل إلى 3.5 مليون، وذلك من دون أجور التحاليل والأدوية أو الاستشارات الطبية التي تقدر الواحدة منها بمئات الآلاف. في حين برر رئيس دائرة تسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة بشار كناني ذلك بارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب وتحميلها كاملة على تكاليف الأسرة. أصيب 3 شبان سوريين بجروح متفاوتة من جراء إطلاق النار عليهم من قبل مواطن لبناني في بلدة المنيا شمالية لبنان. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن مواطنا من الدنش في طرابلس أطلق النار من سلاح فردي على مركبة توك توك كانت تقل 4 سوريين على أوتوستراد المنيا إثر خلاف سابق بينهم. يأتي ذلك وسط تزايد الاعتداءات المرتكبة بحق اللاجئين السوريين تزامنا مع تصاعد الحملات العنصرية ضدهم في لبنان. حذرت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن اللاجئين السوريين من عمليات احتيال قد يتعرضون لها عبر رسائل إعادة توطين وهمية، كما أنذرت المفوضية اللاجئين من الأشخاص الذين يتظاهرون بالعمل في المفوضية ويوهمونهم بإمكانية إعادة توطينهم في أمريكا. هذا وطالبت اللاجئين بالإبلاغ عن أي محاولات احتيال من خلال مراسلة البريد الإلكتروني الذي خصصته لهذا الغرض. أنقذت السلطات القبرصية 60 مهاجرا سوريا تاهوا في عرض البحر المتوسط منذ 6 أيام. وقالت وكالة أسوشيتد بريس إنه تم العثور على المهاجرين على بعد نحو 55 كيلومترا قبالة الطرف الجنوبي للشرقي للجزيرة، وكانوا يعانون من نقص في الماء والغذاء. وأشارت الوكالة أن 3 قاصرين ممن تم إنقاذهم هم في حالة حرجة، في حين أصيب بالغان آخران بكسور في العظام وانخفاض بدرجات حرارة أجسادهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى. هذا وذكرت السلطات القبرصية أن القارب كان قد انطلق من السواحل اللبنانية في 18 من كانون الثاني الجاري. طالبت 50 منظمة أمريكية ودولية بدعوة من التحالف الأمريكي من أجل سوريا بإيجاد حلول تخص تجديد الإقامة المؤقتة وأذون العمل للسوريين في الولايات المتحدة. وذكر رئيس السياسات في التحالف الأمريكي من أجل سوريا محمد غانم عبر تغريدة على منصة إكس أنهم توجهوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى وزير الأمن القومي ووزير الخارجية، طلبوا فيها بمنح إقامات مماثلة للسوريين وأذون عمل للوافدين الجدد منهم أيضاً.